السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي، واليوم التغطية من معرض دار النخبة للسيارات. وطبعا زي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم التغطية عن السيارة الجميلة رينو تلسمان موديل 2017 في الكامل. السيارة طبعا سيارة جميلة، سيدان، تعتبر أكبر سيارة سيدان عندهم. سعر السيارة في حدود 69500، طبعا السعر يشمل الضريبة ويشمل التسجيل. بناخذ جولة سريعة للسيارة من الخارج، نتكلم عن المهم أهم المواصفات وأهم المزايا. طبعا هي زي ما قلت أكبر سيارة سيدان عندهم بعد السفران، تحتها طبعا شو اسمها السيمبول تقريبا. في برضو واحدة أكبر من السمبل نسيتها، سويت لكم أنها تغطية. لكن عموما أخونا بالسيارة اللي قدامنا صراحة جميلة جدا. أنا أتذكرني صراحة بالفلوكس باجن اللي هي باسات سي سي، باسات سي سي سيارة رياضية. صراحة جميلة جدا السيارة، مواصفاتها، قيادتها، كل شيء فيها جميل جدا. محركها 1600 سي سي توربو، طبعا هذا محرك الفل كامل. الستاندر يجي 2000 سي سي لكنه بدون توربو. طبعا الفل كامل 190 حصان، 1600 سي سي توربو، الجير اوتوماتيك 7 سرعات، نظام الدفع فهو امامي. مواصفات خارجيه للسياره، على طبعا السياره تجي السقف بانوراما، عندنا الواجهه زي ما تشوفون ال اي دي، النور النهاري، الاشارات العالي والواطي كلها عدسات. طبعا عندنا طبعا حساسات امامية عدد 4، كشافات ضباب. عندنا الجنوط ما شاء الله مقاس 18 انش الومنيوم مكحل زي ما تشوفون، في اشارات بالمراية. وطبعا مقاب ضباب مطعمة بالكروم. ومن الخلف نلاحظ برضو ما شاء الله 6 حساسات خلفية وأنوار LED خلفية. تصميم السيارة جميل جدا، يعني صراحة ما تلقى سيارة بالسعر هذا بالشكلية أو المواصفات اللي موجود فيها. هذه السيارة طبعا وكيلة فضيلة الخليج، وكيل رينو في المملكة العربية السعودية. نروح لصرفية الوقود، صراحة برضه السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن صرفية الوقود كلها بنزين مشيك 17 كيلو، تقييم السيارة ممتاز مع بنزين 95، أعتقد خزان الوقود 51 لتر تقريبا. الآن نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة، وأول شيء نصور لكم، خلينا نطلع المفاتيح أول شيء، بسم الله. أنا عندي ما شاء الله المخابي تشيل كثير. طبعا زي ما تشوفون إغلاق فاتح، فتح الشنطة، بعدين هنا إضاءة الإنارة، هذا فتح السيارة. طبعا سيارة دخولها ذكي. شعار السيارة، مقعدها جلد. دركسون السيارة، نلاحظ الحركة هذه اللي من تحت، يعني جايب تصميم رياضي صراحة. انتقل إلى الخلف، طبعا فيها الفورميكا التخشيب. طبعا ستار هذه خلفية يدوية، انوار سقف اليدية خلفية. طبعا كرسي السائق كهربائي، كرسي راكب يدوي. بسم الله. ولع الانارة بالكامل. طبعا فيها نقطة عمية، السيارة موجود فيها نظام النقطة العمية. الزجاج كهربائي، المرايا كهربائية، واكيد فيها خاصية الطي. الدركسون مكسوب الجلد، تحكم هنا مثبت السرعة برضو، هنا كمالته. عندنا طبعا هنا التحكم بعداد الرحلات وعداد السيارة. من الميزة اللي موجودة فيه انه على حسب وضعية القيادة يعطيك شكل العداد، مثلا حابين نقلبه الى الرياضي، هذا العادي زي ما تشوفون. طيب عندنا طبعا هنا البلوتوث، نظام الصوتي، يعني ايش تبي هنا خيار، حط لك خيارات اوامر صوتيه. طبعا هذه الشاشه حق السياره ما شاء الله،
من الاختصارات هذه اذا حبت تحط اختصار. طبعا فيها كاميرا خلفيه. السياره طبعا كرسي السائق فيه مساج للمعلوميه. نروح الى الكرسي المساج. الرجاء ايقاف النظام الصوتي. طيب خروج. نروح الى لا هنا برضو خلف. نروح تدليك زي ما تشوفون فيه مساج. طبعا فيها نظام نافيجيشن. فيها كاميرا خلفية. فيها انوار بانورامية على الطبلون تقدر تغيرها باللون اللي يعجبك او على حسب وضعية القيادة زي ما تشوفون. تبي ايكو يقلب معك اخضر حتى العداد يصير معك اخضر. تبي نورمال يجيك باللون الازرق. لا عفوا النورمال باللون الاصفر. يعني ما شاء الله عدة الوان جميل جدا. وحالة اني قلبت سبورت يعطيك احمر والعادي ازرق. وتقدر تبدلها يعني على حسب المزاج حقك انت. فقط تروح الى القائمة. تروح الى المركبة. عندك الضوء المحيط موجود عندك هنا برضو مساعد الركن. حتى في مساعد الركن الجانبي. مساعد الركن الخلفي كلها ما شاء الله موجودة. زي الحساسات. طبعا فيها زي الاوتو بارك برضو. طيب بسم الله مثلا المشكلة ما في مكان نضبط فيه. لكن تقدر تسويها ما شاء الله موجود فيها. كثير من الخصائص والمزايا موجودة بالسيارة. طبعا الحين المساج شغال ما شاء الله. تدليك خلنا بس اوقفه. اوف. طبعا هذا المكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. نظام الايكو برضو فيها حق توفير الوقود اذا وقفت عند اشارة يفصل المحرك. عندك هذا حق الاوتو بارك موجود بالسيارة. الجير اوتوماتيك 7 سرعات تبترونيك. عندنا هنا منفذ يو اس بي منفذ اس دي كارد. عندنا هنا مساحة تخزين بسيطة. الماوس طبعا الشاشة تحكم فيها ماوس. كثير من الخصائص اللي موجودة ماوس. الجنط كهربائي حامل كوابة 2 تكاية بالوسط. شوف ايش فيه هنا. طيب هنا وش يصير يعني خلنا نشوف. برضو يصير عندك مساحة تخزين حلوة صراحة زي يعني زي الثلاجة. ممكن نجرب شغل التكييف. اعتقد هذا الله اعلم لان صراحة مساحة داخل ايه. طبعا في فتحات تكييف هنا داخل ممكن تحط فيه قارورة ولا شيء موية. لاحظون خلين بس اولع نارة الجوال عشان برضه الناس تستفيد. يعني انا مثلكم يعني صراحة أنا انتم قاعدين تشوفون السيارة وانا قاعد اشوف السيارة واستكشف فيها حاجات جميلة. طبعا تقدر تسكرها اذا ما ودك تستخدمها. طيب نحط وين الاوف بس حق التكييف. لازم نروح للتكييف من هنا. الجوال يشتغل الحين لأني قاعد استمتع بالسيارة. صراحة ما شاء الله ما شاء الله والله مواصفاتها حلوة على سعر السيارة. للأمانة السيارة تستاهل للأمانة. حتى انها سيارة ناعمة ما هي من السيارات ذيك القاسية يعني والله. او السيارة ما هم يعني صنع مشي حالك. طبعا بنايتها الداخلية تعتيم. عندنا بيت النظارة انوار السقف سقف البانوراما. حتى تكياتها تذكرني بالفياجرا المرسيدس. تقدر تكبرها تعرضها. فهذه ابرز مواصفات السياره. بالنسبه لمواصفات الامن والسلامه فرامل اي بي اس نظام الثبات الالكتروني حساس كفرات ارباقات اماميه وجانبيه وعدد 5 حزمات امان ولا ننسى النقطه العمياء ومساعد الركن اللي موجود بالسياره. ما شاء الله تبارك الرحمن. عدد السياره الالكتروني شاشه السياره الكبيره الانوار البانوراميه المحيطه النقطه العمياء تحكم الماوس الجنط الكهربائي الارباقات الجانبيه المحرك ال 1600 سي سي الاقتصادي بالتوربو 190 حصان. يعني مدلعك المحرك باقتصاديه البنزين والعزم موجود فيه لا تخاف منه.
المرايا بخاصية الطي، الدخول الذكي، التشغيل الذكي، كل هذه الأشياء موجودة بالسيارة. هي السيارة صراحة تنافس كثير، يعني أنا صراحة أعتقد أنهم الفئة هذه مصنفينها، يعني مو عشان السوناتا ولا عشان الكامري، لا، أفالون، يعني السيارات اللي بالحجم هذه، السيارات الفخمة الدفع الأمامي، فالسيارة تستاهل صراحة. سيارة جميلة صراحة، مواصفاتها حلوة، من السيارات المميزة جدا. طولت عليكم اخوان الكرام، اللي يبغى يتواصل مع مردر الرخبة ارقامهم اخر التواصل، والسلام عليكم.